هنبدأ بقى كده بالصلاة على النبي، هنعمل مربة الحرنكش. الحرنكش ده كنا بنقول عليه فاكهة الغلبان، فاكهة الغلبان، وده موسمه. بنلاقيه كنا نلاقيه كده الخمسة بقرش قدام المدرسة، كان دايما كده في دخول المدارس نلاقيه محطوط كده مربط كده الخمسة بقرش كده. هو غالي شوية دلوقتي، سعره بسعر الفراولة، يعني دلوقتي تلاقيه كيلو ب6 جنيه وب8 جنيه، بس لما بيتعمل مربى بيبقى حلو قوي. يعني احنا كنا زمان نجيبه عشان كان رخيص قوي، فكنا نجيبه نعمله مربى كريز، زي الكريز كده. حتى حبايبنا في الدول العربية لما كلمتهم امبارح عشان اعرف اسمه في الدول العربية قالوا لي ده ما فيش منه هناك، يعني هو معظمه بيبقى موجود في مصر والسودان كتير قوي. قالوا في مصر والسودان لانه بيتزرع على يعني على فحوض النيل، المكان اللي فيه نيل. فسالت حبايبي الاستاذه صباح من السعوديه، قالت لي غاليه انا عمري ما شفته، فيا ريت تورهولي. هو ده الحرنكش اهو اهو. احنا نقول الحرنكش او الست المستخبيه، ودايما يبقى كتير في شم النسيم، يبقى كتير في شم النسيم، بيبقى كده في غلافه كده اهو، وبيطلع كده. دايما كده بيبقى ايه مستور، عشان كده نسميه الست المستخبيه اهو. بيبقى كده طالع اهو كده، اهو مستور كده جوه قشره، بيبقى مستخبي جوه قشره وبتقشريه كده. ممكن تاكليه فاكهه زي ما هو كده، وممكن تعمليه مربى، وممكن تعمليه عصير، وممكن تحطيه في اي حاجه تحبيها زي الفاكهه بالظبط. هو ميزز كده، يعني تحس ان هو ميزز لما تدوقيه كده، حتى الحبايه المستويه منه مززه شويه، يعني حتى لو جبت الحبايه صفرة كده تلاقيها برضو مززه شويه. ده كيلو، ده كيلو صافي. الكيلو هياخد كيلو الا ربع سكر بالظبط عشان هو مزز شويه، وليمونه حلوه كده مش كبيره لان هو مزز. الليمونه بس عشان خاطر ما تخليهوش يسكر، ما تخليش السكر اللي هنحطه على المربى تجنب ويسكر، يبقى يخليه كده العسل بتاعه حلو. هتجيبيه وتقشريه، هتطلعي من الغلاف بتاعه ويتقشر ويتغسل كويس، تغسليه برده كويس، ما تفتحيهوش ولا حاجه. هو لما هينزل على النار مع السكر هيفتح، الحبايه هتتفتح من بعضيها. حطيه زي ما هو بلي كده. وعليه السكر، ممكن تبيتي عليه السكر من بالليل. ده انا وزناه بالظبط كيلو الا ربع عشان هو مزز. هتحطيه على نار هاديه، المربات كلها نار هاديه، كل المربات نار هاديه. بسم الله الرحمن الرحيم. لو بيتي عليه السكر من بالليل هينزل ميته ويبقى حلو قوي. لو هتعمليه زي انا ما اعمله كده نار هاديه لحد السكر ما ياخد ويدي معاه، والحبايه تفتح، والحبايه تفتح اهو. مش هنحط الليمون غير بعد ما ياخد ويدي شويه والحبايه بتاعته تفتح. عبال بقى ما الحرنكش يتعمل، هنعمل النهارده برضو مكرونه بالبشاميل، بس بالخضار ما فيهاش لحمه. عاوزه تضيفي لها لحمه او فراخ على حسب امكانياتك. النهارده احنا هنعملها بالخضار، هنحط فيها كل الخضار الملون اللي تحبيه. هنحط فيها فلفل احمر وفلفل اصفر وبصل وفلفل اخضر وبسله وجزر. عاوزه تضيفي كوسه، تضيفي بتنجان، تضيفي اي خضار حطي فيها، بتبقى حلوه. والخضار زي ما قلنا قبل كده ان الحاجات الملونه بتفيد العيال وتخليها مصحصحه وتخلي المعدة زي الفل، وكل حاجة طبيعية، ألوان من عند ربنا اهي زي الفل. يعني انت لو داخلة كده على آخر الشهر والعملية خستعت حبتين كده، زي احنا ما بناخد المصروف ونيجي كده على آخر الشهر في نص الشهر نلاقي العملية سخسخت شوية كده ونامت، اعمليها من غير ولا لحمه ولا فراخ، شويه الخضار اللي فيها صحه وعافيه. يا ست امان. الو ست امان. ازيك يا ست امان؟ امان من الامارات. اهلا بيكي وباهل الامارات. حبيت نسلم عليك.
تسلمي. قولي لي، عندكم في حرنكش؟ والله الحرنكش انا ما نعرفوش في تونس معنا، بس موجود في الامارات، موجود بكثره. اهو بصي ده شكله. ايه شفته، ايه شفته. بس حامض شويه صح؟ يعني انا يعني يا ريت كل حبايبي في الدول العربيه اللي عندهم الحرنكش يقولوا لي موجود واسمه ايه. هل اسمه حرنكش زي عندنا ولا ايه؟ ليه اسم حرنكش تاني؟ اسمه حرنكش، حرنكش برضه. هي وبس احنا ما ناكلوه يعني في تونس، ما ناكلوه بس شفته في الامارات موجود بكثره. لا ده اما بيتاكل بيبقى حلو وبيتعمل مربى، هتشوفيها دلوقتي بيبقى شكلها يفرح زي الذهب. شكلها يعجبك ايه صح، قوي. تسلم فمك ست غالية، حبيت نشكرك على البرنامج هذا ونقول لك برنامج ناجح. تسلمي وتعيشي، ده بنفسكم. تسلمي وتعيشي. وبعدين ده انت لو ذقت الحرنكش جربي كده هيعجبك، ده ربنا عمره ما خلق لنا حاجة وحشة ابدا. ايه طبعا طبعا، كل شيء نعمة من عند ربنا. ونعم بالله. ده انت ضحكتك في البرنامج كده تشرح القلب. شكرا، بارك الله. انا اسمي امان الغالي على فكره. ايه اسمي امان الغالي. تسلمي. انت اسمك امان الغالي وانت بنتي الغالي. تسلم، الله يخليك. نحب اللي يسمعوا فيها الكل ست غاليه. ان شاء الله، الله امان يخليك. عليكي تيجي مصر ست غاليه وتجيني نحب تعملي لي يسمعوا اكل فيها حلو. واصدقاء البرنامج، نسلم عليهم الكل ويدعيوا البابا الفاتحه. ان شاء الله يقولوا الله يرحمه نقرا احمد كلنا الغالي. الفتح، كل اللي سمعنا يقرا الفتح. صدق الله العظيم، رحمه ونور. شكرا شكرا ست غالي، الله يخليك. شرفتيني. سلمي على كل اصدقاء البرنامج، نسمع فيهم كلهم اخلاق عاليه يعني. تسلمي. سلمي عليهم الكل، كل واحد واحد. حاضر، سلامك وصل. وهاني قاعدة نتفرج عليك أنا تو. اقعدي بقى شوفي النهارده، كمان النهارده هتشوفي بقى حاجة هتعجبك قوي. شوفي بقى غالية، أي حد يكتب لها على الصفحة بتاعته أو أي حد يعزمها على الهوا، تعالي يا غالية عندنا فرح، عندنا خطوبة، أري فتحة، طهور، سبوع، غالية تشمع الفتلة وتروح على طول. تسلم ست غالية، يلا مع السلامة. تسلمي، اقعدي واتفرجي وشوفي بقى الفرحة اما بيخش قلوب الناس. باهي، مع السلامة وادعينا دعوة خير. تسلمي. النهاردة كمان كل حبايبي بقى الأطفال يستنوا، هنعمل كده حلاوة كور حلوة قوي. كنا زمان برضو لما بنعملها كده ونحط لها شوية جوز هند، شوية سوداني، كانت بتبقى قوي كور حلاوة كده صغننة زي المصاصة كده، هتعجب الأطفال قوي والكبار برضو ياخدوا بالهم. تسلم يا ست غالية، تسلم. يلا مع السلامة. مع مع السلامة ألف ست سلامة. غالية. يا ست صباح. السلام عليكم. عليكم السلام. انا وعدت ووفيت بالوعد وجبت لك الحرنكش. انت حبيبي يا لولو، كيفك؟ انت الوحيده اللي تقعدي تدلعي في غاليه كده. انت حبيبي، كيفك؟ ايش اخبارك؟ الحمد لله بخير. يعني انك انت جبتيه، بس انا شفته قبل كده على النت على فكره، لما ما لقيت انكم جبتوه. المهم انت اخبارك كيف؟ الحمد لله احنا بخير. انا جبت لك الحرنكش اهو عشان اعمله لك مربى. وكل سنه وانت طيبين، تعيشي تعيشي يا لولو يا عسل انت. قولي لي البذوره اللي عندك اخبارها ايه؟ سامعه البذوره جنبك اهي. لا دي حبيبتي. يا اختي ان شاء الله يخليها لك يا ربي. الله يسلمك ويخلي لك يا رب، اكبر ما تشوفي عيالك كده وعيال عيالك يا رب. تسلمي لي وتعيشي يا اختي، يا ربنا يخليها لك كده وتكبر وتفرحي بيها واجي فرح. يا رب ان شاء الله، يا رب ان شاء الله باذن الله في حياتك يا رب ان شاء الله. قولي لي اسمها ايه؟ اسمها رودينا. رودينا. اها يا اختي، يا سلام على الاسامي الحلوه. كل سنه وانت طيبه، كل سنه وانت طيبه، وان شاء الله يا رب كده مصر تبقى دايما في حب والناس يبقوا في حب، وكل يعني ان شاء الله نبقى كلنا في سلام يعني ان شاء الله. امين يا رب، دعواتكم في الارض الطاهره. امين. وسلميني على كل الكشف اللي عندك
واستاذ محمد واستاذ عم كله واستاذ مصطفى كلهم. تسلمي وتعيشي سلامك قوي وصل. عشان انك ثبتي لي طلب يعني، متشكره قوي قوي. سلامك وصل يا ست الكل. الله يعطيك الف عافيه، انت وحشتيني وكنت هبغى اتصل عليكي من اول، بس معلش يعني انشغلت شويه مع حفيدتي جايه من مصر على فكره. اه عشان كده، ما شوفي بقى عز الولد. شفتي ولد الولد. الله يسلمك يا رب، يخليك يا رب، تسلمي يا رب، ربنا يبارك. انت على فكره انا بحبك 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 ادي الدنيا دي كلها من جد يا غالية، والله من جد يا لولو انا بحبك. ده ما فيش بين القلب والقلب غير المحبه. انت انسانه يعني بصراحه محبه تدخلي القلب كده من غير شيء والله. تسلمي وتعيشي، ده بكرامكم وكرم اخلاقكم. يسلم قلبك ويسلم وتسلمي كلك يا ابو، يسلم القناه اللي خليتك تستضيفك، وتسلموا كلكم يا رب. تسلمي وتعيشي، ده شرف لينا ان انت بتكلميني. الله يسلمك، مش عايزه اطول عليكم عشان غيري يعني ياخد، ولكن ان شاء الله انا اكلمك مكالمه خاصه. الله يخليك يا اختي، ده انت عندنا الكل في الكل. تسلمي يا لولو يا عسل، انت يا سكر. لولو ده جوز احمد، ما بقوليش يا لولو. انا فرحانه قوي. انا جوزك يا لولو، انا جوزك ولا يهمك. وبعدين يعني كل دي ولولو. لولو والله لولو عسل. ربنا يخليك ويكبر بخاطرك. يا رب يسعدك يا رب، زي ما انت كده بتخلينا نقعد نتفرج، وبصراحه بتحط من جبلنا السعاده والله، يعني حتى الانسان لو مهموم بيتفرج عليكي من جد تحس ان هو بينسى اي حاجه والله. تسلمي وتعيشي يا ست الحبايب. يا رب يسعد لك ولادك ويخليك يا رب. تسلمي لي. تسلمي يا لولو، خلاص انا هكلمك مكالمه خاصه يا لولو، ماشي؟ حاضر. وكلمي على الكاست كل اللي عندي. تسلمي، شرفتيني. الله يسلمك، يلا كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه وبخير. في امان الله، في امان الله. مع الف سلامه. هنا هنسلق المكرونه، اي ممكن البشاميل مش شرط تعمليها بالمكرونه القلم دي، ممكن تعمليها باي نوع مكرونه موجود عندك اهي، مش شرط المكرونه دي. يعني انت لو عندك بواقي مثلا بتعملي الكيس وتخلي منه حبه، لو عندك حتى بواقي مكرونه اعمليها كلها، حتى لو مكرونه مشكله مش شرط، هتطلع برده معاكي زي الفل. المكرونه لازم تتسلق في ميه بتغلي 100%. انا كنت مره عجبت المكنه بتاعت امي وعملت عجنت المكرونه هنا، وعملتها بالمكنه بتاعت المخروطه، ورحت عاملاها على النار وسبكتها، بتبقى حلوه قوي قوي قوي. ان شاء الله هعملها لكم برضه. الست اللي اتكلمت دي ست صباح. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني قالت لي كلام حلو قوي لولو كده، ومجاملتها حلوه. الناس اللي قلبها حلو كده تعرف تجامل دايما، جاملوا الناس، مش هتخسر حاجه لما تقول كلمه حلوه، المجامله حلوه. اسماء، اسماء. الو، ازيك يا اسماء؟ ازيك يا ست غاليه، عامله ايه؟ تمام. شايفه بنعمل مكرونه فيها كل الالوان اهو، فلفل وطماطم وفلفل اخضر وفلفل احمر وفلفل اصفر. لا انت اكلك كله جميل والله. وبسله وجزر، يعني مش لازم اللحمه، نبدا نقول لها نيني نيني لما يجي العبيط يشتريني. لا لا انت اكلك كله جميل بصراحه، اهو كل حاجه هي تقدري تعمليها في البيت، وانت ايه رايقه كده، مش لازم تجيبي اي حاجات كتير. وانت عامله ايه؟ الحمد لله. طب الحمد لله. بس على فكره احنا ما ينفعش ان احنا نشوفك يومين اتنين بس، احنا عايزين نشوفك على طول. ما انا معاك اهو، ما غاليه زي دود المش كل يوم في الوش. لا لا ازاي، احنا عايزين نشوفك على طول دايما باستمرار، مش نافعنا يومين اتنين بس. ما انت عندك يوم السبت بنجيب حلقه من اللي حبايبنا بيطلبوها على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك، بتبقى الساعه 6 بالظبط، وبنطلع اثنين وخميس الساعه 6، والاعاده بتاعتنا تاني يوم 3:30. طيب انا عايزه الرقم بتاع حضرتك لو سمحت. وبعدين كتر خير قناه الكساره اللي شالنا يعني، والعراقيين بيشوفونا، يا بخت من زار وخفف. انا عايزه كل ما اقلب قناه الاقيكي قدامي. لا انا اجيلك البيت بقى.
شاء الله يخليك يا حبيبتي. الله يخليك. طب لو سمحت عايزه رقمك. ارجعي للكنترول وخديه. ماشي. شرفتينا يا قمر. الله يخليكي. بدا السكر يسيح اهو. انا شغله لكم البوتاجاز كله. كل حاجه هنعملها قدامكم كده على الهوا عشان خاطر كل حبايبنا يبقوا عارفين ان الحاجه بتتعمل قدامكم اهي. وكمان ده احنا لو في وقت نقعد معاكم 3 4 ساعات بقى نعجن ونلت بقى مع غالي. بعد ما بتشوحي البسله والجزر والطماطم، تعالي حطي طماطميه حلوه كده وقرن فلفل اخضر، شويه جزر، شويه بسله، بصلايه، اديها بق ميه صغير شقشق كده عشان بس الحاجه تستوي، لان المكرونه هتبقى كل حاجه فيها مستويه. شقشق صغير. هنسيبها بقى تشرب شويه. كان في اخ فاضل كان كاتب لي على الصفحه وقال لي يا غاليه خدي التليفونات في اخر 10 دقائق وخلي كل الحلقه للاكل. طبعا احنا عاملين يعني التليفونات دي عشان كلنا نتسامر ونتكلم، واللي نفسه في حاجه نقدر نعملها له ونعملها له، وغير كده كمان عشان اقعد كمان اسمعكم، يعني اقعد اسمع منكم واتعلم، وغيرنا كتير نقعد نتعلم من بعض. فاكتبوا لنا على الصفحه بتاعتنا، شوف نشوف راي بعضينا، اللي عنده راي تاني يكتب لنا على الصفحه الرئيسيه بتاعتنا الراي بتاعه ونقعد ونتناقش مع بعض. اكتبها لنا يا عمرو كده ولم لي كل واحد قال رايه نقوله برضه. يمكن يعني يمكن الراجل ده معاه حق ان غاليه بتلت وتعجن، ولا يعني برضه نشوف رايكم. يا ست ام زياد. الو. ازيك يا ام زياد؟ الحمد لله يا ست غاليه، انت عامله ايه؟ ان شاء الله تسلمي. النهارده قلت بقى اعمل كده شويه مكرونه قرديحي حبتين. لا لا ما تقوليش كده، انت اكلك زي الفل. قال يعني انا ما بعملش غير اكل قرديحي. لا ازاي، ده كل اللي بتعمليه خير وجميل. ما بعملش غير الاكل قرديحي، بحس يعني بقول لك شويه مكرونه قرديحي كاني اول مره اعمل قرديحي. لا لا والله كله زي الفل ما شاء الله من ايدك. بس صدقيني خفيف على المعده وخفيف على الجيب. طبعا طبعا طبعا. انت عامله ايه وازيك؟ وكل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وبخير. الله يخليكي يا رب، وكل مصر يا رب كده بخير وسعاده دايما يا رب. النهارده عندنا ضيفه بقى. اسكتي بيني وبينك ما حدش سامعنا طبعا غير انا وانت. جات لي ضيفه قالت لي يا غاليه انا هعمل لك اكله اسمها كرابيك حلب. قلت لها يا اختي كرابيك حلب دي انا اول مره اسمع عنها. قالت لا دي اكله حلوه، قعدت توصفها لي افتكرتها بقى. كنا زمان لما نروح المولد والسيده زينب فاكره كان في صواني زي بلح الشام كده، اللي بيبقى بلح الشام التخين المدور اللي بيبقى كله دوريه واحده في صينيه. لا بصراحه مش عارفاه. كنا بنلاقيه في المولد. ايوه هو ده بقى طلع ده كرابيك حلب، احنا كنا نقول عليه بلح الشام السوري. انت عندك كام سنه؟ بلح الشام اللي انا اعرفه اللي هو بالعسل، اللي هو ده بس اللي انا اعرفه. لا شوفي النهارده بقى يا اختي كرابيك حلب دي كمان. لا ما نشوفها بقى النهارده ان شاء الله. قولي لي انت عندك كام سنه؟ انا عندي 26. صلاه النبي احسن، ده انت عروسه متجوزه ولا لا؟ انا عندي زياد ونورين. ما شاء الله ربنا يخلي. الله يخليك يا رب، ربنا يخليك. ربنا يخليك. انا مبسوطه جدا ان انا سمعت صوتك النهارده، وانت مش بتقال لك لولو بس، ده انت لولو ونونو كل حاجه حلوه. شفتي ايه الجمال ده. تسلمي. النهارده بقى انا عامله حلاوه للاطفال، كور حلاوه كده بقى هتعجبكم قوي، تركزوا فيها قوي عشان تعملوها للاطفال، وبرده ممكن تعملوها تحطوها على حاجات تانية ان شاء الله باذن الله. احنا متابعينك وكل حلقه متابعينها لك وبنحب اكلاتك جدا ويعافي منك كتير. تسلمي يا قمر. الله يخليك يا رب. شرفتيني. ما تحرمش منك، ربنا يخليك. على فكره الست هند الضيفه بتاعتنا النهارده
مش جايه بس عشان تعمل لنا نوع اكل غريب او اكل غاليه ما بتعرفش تعمله، لان دايما بجيب الضيوف يعملوا الحاجه اللي غاليه ما بتعرفش تعملها، بتعلم منهم، بتلزق فيهم كده واتعلم منهم. هي كمان جايه عشان تقول لنا موضوع مفيد قوي وكلنا هنتعلم منه. لو قعدنا كده وركزنا وسمعناها ست كده عاقله وكامله وراسيه، هتقول لنا كده شويه معلومات حلوين قوي نقدر كلنا نستفاد منهم. قالت لي يا غالية احنا هنتكلم كده، قال ايه هي ناوية تغير من نفسها، وكل ست كده تغير من نفسها ازاي. هنشوف بقى ازاي كل ست تغير من نفسها. ممكن كل راجل وكل ست. اه الحرنكش اول ما هيبتدي هيغلي زيه زي اي مربى. اه ماما سامية يا حبيبتي انت اللي استاذه في المربات بقى، اديني عملت لك مربى الحرنكه عشان عارفه ان انت هتستغربي. آه نفسي اسمع صوت ماما ليلى والاستاذ عصمت، واسمع صوت ماما سامية حبيبتي ومسامح من بورسعيد، كل حبايب غاليه الحلوين. انا بشكر قوي 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 اهل بورسعيد اللي عملوا الغاليه صوره في الاستاد وكتبوا عنها كلام حلو قوي، ده كتير على الغاليه قوي، ده كتير قوي قوي يعني، بشكركم من كل قلبي، بلد الابطال. اهو هنحط، احنا حطينا الليمونه اول ما هتبتدي المربى تبتدي تفور كده وتخش كلها ببعضيها في العسل وتبتدي كده تفور، هتعصري على طول ليمونه صغيره مش كتير. ست سعاد. الو. زيك يا ست سعاد. ازيك يا ست غاليه؟ الله يسلمك. الو سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ست غالية عاملة ايه وحشانة؟ تسلمي وتعيشي، خليكي معانا النهاردة بقى وشوفي الست هند اللي جاية تخلينا نغير من نفسنا. أنا سامعاكي اتفضلي. اه ما شاء الله الحمد لله، احنا أول مرة نشوف المربة الحرنكش دي بصراحة. يا أختي ده احنا أمي كانت بتعملها لنا من قديم الأزل، ليه؟ ما كناش بنقدر نشتري الكريز الغالي قوي دوت، كان الكريز زمان غالي قوي ما كناش بنقدر نشتريه، فكانت بتجيب لنا الحرنكش ده وكنا بنعمله. اه طبعا. ومربة جميلة. ده حتى دلوقتي الحرنكش قاعد يتدلع ويتقمع علينا. اه طبعا. قاعد يتدلع ويتقمع، وبعد ما كان بيسرحوا بيه قدام المدارس بقى يتباع عند الفكهانيه، شفتيش الزمن؟ ما لازم يتدلع بس تغلي عشان يغلى. قاعد في العالي وينادي علينا. مربة الحرنكش استوت معاكوا قدامكوا، هي مش ما بتاخدش وقت. تعرف المربى استوت ازاي؟ لما تخطر من الجناب وتبطل فوران، لما تبطل اهي، انا مايلها لكم بس شويه كده اهي اهي، لما تخطر كده من الجناب وتبطل فوران وتبطل ما تبقاش مرغيه تعرف ان هي استوت، بس بلاش تستوي اكتر من كده عشان ما تبقاش جامده وما تتفردش في السندوتشات. انا ممكن بس ورق فويل. انت عارفه بقى غاليه يعني ايه، انت عارفه يعني غاليه شويه على قد حالها، لما احب بقى اغير هدومي. هو ليه حضرتك دايما بتقولي على قد حالك؟ انت زي الفل يعني، على فكره انت كده. لا انت، احنا يعني معلش، ما هو احنا لما كل انت اللي انت بتعمليه موجود في كل بيت، صدقيني ما تقليش مثلا من ان انت على قدك او لا، بالعكس لو والله انت عندك نسبه مشاهده عاليه جدا والناس بتحبك جدا. طب انت يعني اعملي زي مثلا يعني، انا مثلا عاوز اخدي الفويل اهو. ايوه انت كده خلصتي هنا؟ خلاص مش محتاجه السكاكين؟ لا. طب انا احط مربة الحرنكش، مربة الحرنكش اهي. بألف هنا وشفا للي ياكل، بتبقى مربى زي الفل ولا كريز.